السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نحن مازال في الموديول 9، يعني يلاش يل implementing local storage. فمن بعد ما شفنا داك لي تيب ديال لي ديسك، يعني شفنا لي تيب ديال لي ديسك اللي كاينين. فقبل ما نشوفو ما تنساوش واحد الحاجة مهمة، سبسكرايب ولايك وشير لاشين ديالي في اليوتيوب، وما تنساوش علاش ديروا سبسكرايب باش يوصل لكم كاع الجديد اللي كندير. ف قبل غادي نجيو لهنا نشوفوا شنو كنا شفنا في لي فيديو اللي دازو. ف كنا شفنا وات ديسك تايبس، يعني شنو هما ديسك لي تيب ديالاش ديال لي ديسك والبيرفورمانس ديالو. قلنا شفنا كاين اي دي او، كاين ساتا، كاين سكازي، كاين ساس، وكاين اس اس دي. قلنا الاس اس دي هو اللي مزيان، والساس يعني باش كنقارنوا بيناتهم باش بالاي او بي اس، يعني انبوت اوت بوت اوبريشن بير سكند. فمزيان قلنا في كل ما طلع البيرفورمانس كل ما الكوست كيطلع، يعني كل ما كنخلصوا اكثر. فمزيان. فدابا غادي نشوفوا لي تيب ديال، يعني غادي نشوفوا واتيز دايركت اتاشمنت ستورج ولا دي ا اس. يعني شنو كتعني دايركت اتاشمنت ستورج؟ يعني شنو كتعني دايركت اتاشمنت ستورج؟ يعني داك الديسك مكونيكتي ديريكتومون مع داك السيرفر. عندنا واحد السيرفر، فهاد الديسك اما كيكون لداخل بحال هنايا، ندير واحد ولا شنو احسن حاجه نديرو هكا، نجيو لهنا بحال هذا هو السيرفرنا، هذا هو الانفريد، هو السيرفر ديالنا. السيرفر داير بحال هكا. فاما الديسك هذا قلنا سيرفر. فاما الديسك كيكون لداخل، يعني كيكون هنايا، كيكون هكا، يعني هذا ديسك. اما يكون اس اس دي، اما سكازي، اما المهم احنا شفنا لي تيب ديال لي ديسك، يعني اما ديسك واما شنو كيكون كونيكتي معاه، يعني مكونيكتي معاه ديريكتومون هنا. اذا كيكون كونيكتي معاه هنايا، اي علاش كيسميوه يعني ديريكت كونيكتد. اما مكونيكتي معاه ديريكتومون ديريكت، اما كاين داخل فيه، اما كيكون داخل، ولا كيكون مكونيكتي معاه، يعني هنا مكونيكتي معاه هنايا بحال هكا. مزيان. هذا ديالاش ديال ديريكت اتاتشد ستوراج. فهو كيكون كونيكتي معاه باش بحال اللي كتجيب، نعطيكم مثال هذا ديال كونيكتي معاه، بحال اللي كتجيب ديسك دور اكسترن، كتجيبو كدير كتكونيكتيه باليو اس بي، يعني كتكونيكتيه باش، يعني هذا كيكون ما كيكونش لداخل في البيسي، ما كيكون على برا، مي هو ديريكت، هو كيتسمى ديريكتومون كونيكتي بحال اليو اس بي، كتكونيكتيه ديريكتومون. هذاك هي اللي كتسمى شنو كتسمى داس ولا دايركت اتاتشد نيتورك. ف مزيان. فهذا شنو كنقدروا نلقاو، شنو هما لي سير هاد لي سيرفر اللي نقدروا نلقاهم، اللي كاين شي سيرفر اللي شي سوليسيون كتخدم لنا غير هاد يعني هاد ديريكت اتاتشد ستورج، يعني كيكونوا فيها دي اري، هادو كيسميهم دي زاري اري، يعني بزاف دي زاري هكا كيتكتب دي زاري. فشنو كاين واحد السيرفر، بحال نعطيكم مثال ديال ديل. فديل عندها واحد سميتو ديل، سميتو باور فولت. هذا خاص باش بالديريكت، هذا خاص باش بالداس، يعني بالديريكت اتاتشد ستورج، يعني هذا خاص بهاد. كاين واحد اخر، كاين ديال ام دي 30 60، هذا ديالاش ديال حتى هو ديال هاد الجوج ديالاش، هاد الجوج ديال ديل، هاد الجوج هاد، يعني غادي هادو دي سوليسيون ديالاش ديال ديل. يعني كنحاول نعطيكم شي دي سوليسيون باش نقربوكم، بحال نشوفو داكشي بخاتك، نعرفو داكشي شكون هما لي سوليسيون، شنو هما لي سوسيتي اللي كيديرو هادشي، ولا لي فيندور اللي كيديرو هاد السوليسيون ديالاش ديال داس ولا دايركت اتاتشد ستوريج. فمزيان. فهادي ديالاش ديال
عطينا غير واحد اكزومبل، حنا كاين بزاف ديال لي سوليسيون، هذا هو اللي معروف بزاف. فهذا بالنسبه ديال اش ديال دايركت اتاتشد ستوريج. فندوزو شوفوا هذا، نشوفوا شنو نقراو عليه شويه. فقال لك داس از فيزيكالي اتاتشد تو سيرفر، يعني فيزيكمون راه يعني مكونيكتي مع السيرفر. فبين لي زافونتاج ديالو، فهو سهل الكونفيغوراسيون، يعني سهل الكونفيغوراسيون، يعني ما غاديش نكونفيغيروه بزاف، يعني ما وان ان اكسبانسيف سوليوشن، يعني هنا ان اكسبانسيف سوليوشن بين قوسين. اما هي الا جينا هنا لهذا، الا جينا لديال باور فولت، راه كيدير راه كيبدا من 3000 دولار. ولا جينا الام دي، الام دي هاد الام دي 30 60، يعني شحال منين كيبدا؟ راه كيبدا حتى 19000 دولار. دونك ثمن غالي شويه، يعني سوليسيون غاليه بزاف. هنا قارنوها زعما ان اكسبانسيف سوليوشن، هضروا هذه انا لكم على سوليسيون انتربرايز. اما كتجيب شي سوليسيون اخرى، بحال نعطيكم مثال ديال ديسك دير اكسترن، هذا ماشي شي سوليسيون لي غاليه بزاف، يعني ما غالياش. اما الا جينا نهضروا على سوليسيون انتربرايز ولا سوليسيون اللي كتخدم بها، يعني كيخدموا بها لي سوسيتي كبارين، فهي كتزيد كيكون الثمن، كيكون لو بري طالع بزاف. فمزيان. فهنا قال لك ديس ادفانتاج، يعني شنو هما لي انكونفينيون. فهو سلاور يعني ثقيل بزاف. هو ايزوليتد بيكوز ديسك ار اتاتشد تو ا سينجل سيرفر. يعني شنو هو ايزوليتد؟ يعني ما يقدرش الكليون عندنا واحد شي كليون هنا بحال هنا هكا، عندنا واحد هنا دابا الاركيتكتور نخليوها هكا، نجيب واحد البيسي هنا، هاد البيسي هنا يبغاو ياكسيديو هكا PC1 PC2. فهاد البيسي بغاو ياكسيديو لشي فيشي كاينه هنا، كاينه فين؟ كاينه فهاد الديسك. فهو كيبقى ايزولي، علاش؟ حيت كاين فهاد السيرفر، ما يمكنش هاد البيسي ان ياكسيدي لواحد لي دوني كاينين هنايا، يعني خصو هذا يدخل السيرفر ويبارطاجيهم، يعني كيكون كتكون ايزولي. حنا نقدروا نديروا لا كونفيغوراسيون نخدموها، مي كيبقى ايزولي. علاش؟ حيت ما كيبقاش داخل في النيتورك، يعني ما كاينش اي واحد يقدر ياكسيدي له في النيتورك، يعني ايزولي. هذا سميناه ايزوليتد بيكوز ذا ديسك ار اتاتش تو ا سينجل سيرفر. وهنا قال لك سيرفر ويت اتاتش ديسك، يعني ها هو، يعني قال لك السيرفر مع لي ديسك، يعني مع اتاتش ديسك. فمزيان. فاحنا كنا هنا شفنا غير دايركت اتاتش ستوريج، يعني شنو هو الداس. فنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، فما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو والفورماسيون كامله، وما تنساوش سبسكرايب ولايك وشير الكورس كامل. ونتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله، باش نكملو لي بارتي اللي مازالين. والسلام عليكم.